اختي ملي كانت خدامه الشركه الاولى كانت سارقه بزاف وكانت تقلط النظافه فهمتوا كان بزاف الحوايج كيوقعوا خايبين هنا في السوق. ولكن هاد الشركه ملي خرجت ولاو دابا واحد الدراري شادين السوق. دابا الحمد لله منظفين السوق وخا ما دايرينش لهم شي مبلغ معين، داك الشيء اللي قسم الله كنعطيهم لهم. دابا السوق ولا نقي، ما بقاش السرقه بزاف، ولا السوق دابا شويه مروش شويه، ما بقاش كما كان. حيت الناس ملي كانت كتجي وكتلقى السوق مصاخ وكتلقى داك الشيء ما كانش عباد الله كتدخل. دابا الحمد لله ولا داك الشيء مزيان. هاد جوج دابا اللي شادينو ولاو منظمين السوق، ودابا حنا اصلا ما بقينا باغيين لا شركه لا والو، بقينا نبقاو الدراري الخدامين هنا في السوق. وكيعسوا بالليل ما بقاش السرقه بزاف، ما بقاش يعني السرقه، ما بقات حتى شي حاجه، ولاو مقابلين السوق ولاو منقينو الصراحه تقال. دابا حنا كنطلبوا منهم يجيبوا لنا الضو، يرجعوا لنا الضو، الضو راه ما كاينش. المكان مقطوع الا كتلقوه هاد الصباح. لا الحمد لله ملي جيتوا عندنا وعاودنا لكم المعاناه ديالنا. المهم كاين تحسن كبير من ناحيه سلعتنا ما بقاش كتمشي، ولات النظافه. واحد الدري عبد الرزاق خدام معنا زوين، هو واحد الدري اخر عبد زريقه خدامين معنا زوين دراري. كانت سرقه، كان النظافه ما كايناش. دابا كاينه النظافه، كاينه السرقه ما كايناش. سلعتنا كي كنمشيو كي كنجيو كنلقاوها، كانت انعدام النظافه، دابا نلقى كاين والحمد لله. بجي خاصنا غير الضو هو اللي خاصنا، والماء راه كان غادي يديو لينا اليوم، راه علمونا بانه غيديو لينا الماء. الضو هو اللي ما عندناش اختي، والماء قالوا غادي يقطعوه، والماء قالوا لنا غيحيدوه لينا. لا كاين تحسن بالفضل. شوف تيفي، شوف تيفي الله يعمر لها الدار، هي اللي دارت، هي اللي عطاتنا الحقوق ديالنا. لا الحمد لله ديما منورانا وديما هازه لينا الهم. الرساله هي يعمروا لنا السوق ويحيدوا لنا العشوائي باش حنا نخدموا، حنا باقي مكرفصين، وانما الحمد لله شويه اللي بان لنا شويه الضوء، هما خاصهم يحيدوا لنا العشوائي ويعمروا لنا الطوابل، هي ينظموا لنا السوق ديالنا. وكنشكركم تانتوما.